الجوهرة Summer Station موج مع الموجة. هذه شد الرادار واللي مش مش الرادار جستمو مش الرادار وهي حالات بالعشرات وهذه حقيقة. الحقيقة اللي اكتشفتها وأنا يوميا في جولات ميدانية في سوسة ثم واقع بارادوكسال شوي. يعني كيفاش عندنا ضعف في البنية التحتية في المناطق النائية مثل معتمدية بوفيشة، معتمدية نفيضة، معتمدية كندار ومعتمدية سيدي الهاني، وهذه حقيقة. لكن كذلك ثم ضعف أيضا أو في الحقيقة مشاكل كبيرة في البنية التحتية في المؤسسات التقليدية في وسط سوسة. يعني ثم مؤسسات كبيرة تقليدية اللي بحاجة الآن بعد ما عندها تقريبا 70 عام عمرها والبعض الأحيان أكثر، إذا الآن الأوان هو أنه تتعهد بصيانة حقيقية. ثم مؤسسات كبرى ما عدا لي بورقيبة مثلا في القلعة الكبيرة، إذا سترصد له دفعات يعني تقريبا في حدود 2.5 مليارات من أجل صيانته. إذا هذا هو عمل دوري نقوم به، ولكن في الحقيقة هذا العمل يتطلب تكاتف مجهود جميع الأطراف. يعني مش تحدث واضح أكثر، هنا أنا أقول بأن التجهيزات هذه التي تم إصلاح ونتركها هو بالصور على أحسن حالة، نحن بحاجة إلى وعي جماعي بأن الممتلكات هذه ممتلكات عامة واللي المرفق العام من أجل المحافظة عليها. وأنا أهيب هنا بالمجتمع المدني من أجل تطوير الوعي في التعامل مع المؤسسات العمومية ومع الملك العمومي. جوهرة سما ستيشن موج مع الموجة.